لحظة أي أم بتدق عليها؟ أنا استجابة لك. أي أم بتدق؟ أنا اللي أعرف. وتقول لها إنه أنا أبغى أتزوج واحدة عمرها 50. أنا اللي ودي قلبي طردتني من البيت. أمي ما ترد علي لها 5 أيام. 5 أيام؟ لا ترجع البيت. طيب ليش طيب؟ بتكون في ردود ما تنفع. عادي نحط ميوت. نحط ميوت. بس انتوا تسمعون شفايف. والله نحط ميوت. من اليوم عادي. أنا أمي ما تدري إني بالرياض. لا تقول لها بالرياض يا أخي، لا تقول لها بالرياض. عادي. أنت وين أرضك؟ أنت وين أرضك؟ يلا واحد منكم يجازف قلبه قوي شوي. يلا يلا ما مشكلة. ولا على خطيبتك ولا على اي شيء قول لها انه انا راح اتحكم جد دق 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 حرام خاف تموت عادي يلا يلا دق على الماما دق على امي يلا تقول لها قول لها يما انا راح اتزوج واحده عمرها 50 سنة اي 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 قول عندها فلوس الا لا حط سبيكر وشو على حظ انا ما ردت هي بالعاده ترد ولا لا هلا يما هلا يما هلا يما اخبارك طيبه والله الحمد لله اخبارك مشغولة؟ ايه وين؟ موجود بالرياض قاعد تمشي الحين. ماجد؟ لا ماجد بس انا لقيت لي بنت عمرها 50. ها؟ اقول بنت لقيت عمرها 50 بتزوجها. خلاص انا بسكن بالرياض بتزوج بنت عمرها 50. ايه خلاص. خلاص يعني؟ نجلس يعني ما تبيني يعني ما تبيني اجي لا خليك ليش ما يعني بيعتني ما تبيني يعني خلاص خلاص مش كده معلش ام هذا مقلب ام اقول مقلب قناه 50 عادي يعني اصغر يعني خلاص يلا شكرا ايه انا فلوس يلا يعطيك العافيه الله يسلمك ان شاء الله بكره ان شاء الله يلا يلا بالسلامه بالسلامه الله يعطيكم العافيه شباب